يمكن كمان غير مسرحية التلفزيون في مسرحية السندباد بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز ضمن فعاليات مهرجان العالمين، طبعا بطولة نيلي كريم ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وشيماء سيف. خلونا نعرف أكتر عن السندباد من المؤلف نبيل محمود. نبيل، يا مساء الفل عليك يا محمود. مساء النور، ازيك؟ انت عامله ايه؟ اهلا بيك. يعني التوليفه الحلوه قوي دي، كريم عبد العزيز، شيماء سيف، نيلي كريم، بيومي فؤاد، كل الاسماء الكبيره قوي دي لما يبقوا مع بعض بمسرحيه. قول لي كده، احنا بنتوقع نشوف ايه؟ حاجه كوميدي؟ هنشوف سندباد بطريقه مختلفه اكيد. مبدئيا يعني الموضوع مختلف تماما عن حدوته السندباد التقليديه يعني اللي احنا عارفينها. يعني في تناول مختلف للموضوع، احنا بادئين الحدوته دلوقتي في الزمن بتاعنا دلوقتي، بعد كده يعني في خلال في مفارقات بتحصل بنلاقي ان البطل بتاعنا اللي هو عمر بالهول بيسافر بالزمن، بيروح لزمن السندباد. هتعرض امتى المسرحيه؟ واحنا حاليا بنعبد في موسم جده، وان شاء الله في مهرجان العالمين هنبقى بنعبد في اخر اغسطس باذن الله. ان شاء الله. طيب احكي لي كده، يعني مهرجان العالمين السنه دي مهتم جدا بالمسرح، متحمسين لمهرجان العالمين السنه دي؟ جدا، يعني مبسوط ان المهرجان السنه دي فيه يعني فكره الاختلاف، وان هو ما بقاش مقتصر على الحفلات والفعاليات، بقى فيه كمان مسرح، يعني دي حاجه جديده، ومتحمس بقى اشوف برضو العروض الجديده اللي هيقدمها المهرجان ان شاء الله. فنانه نيلي كريم يمكن الفتره اللي فاتت ابتدت تاخد لاين الكوميدي شويه، يمكن شفناها في مسلسل فراوله، هل هنشوف نيلي كريم بدور مختلف كوميدي اكتر في المسرحيه؟ باذن الله. يعني مفاجاه. مفاجأة؟ ما تحرق لنا كده حاجة بسيطة، أي مفاجأة بسيطة. ما تتفرجوا معانا يعني، إحنا إن شاء الله يعني خلاص آخر 8 إن شاء الله. يعني إحنا متوقعين أكيد نجاح باهر للمسرحية، إحنا بنتكلم على فنانين كبار جدا جدا، شعبيتهم في الحقيقة مش بس في مصر، في الوطن العربي كبيرة جدا. كريم عبد العزيز لما بيعمل حاجة ما شاء الله ما شاء الله لازم تحقق، تكسر كل الأرقام. خليني أقول هو يعني بسم الله ما شاء الله، يعني شخص متفاني جدا في شغله ومركز دايما في كل التفاصيل، فده بيخليه بيعمل حاجه دايما بيرفكت. اكيد. بنشكرك محمود نبيل، مؤلف مسرحيه السندباد.